وفي جبهة تعز أكد مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا اليوم عملية نوعية في منطقة الظبي بمديرية حيفان، أسفرت عن مصرع عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي واغتنام عتادهم. ووفقا للمصدر العسكري فإن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات لمرتزقة العدوان شرق منطقة المشرف بمديرية الوازعية. كما أشار المصدر أيضا إلى أن أبطال الجيش واللجان أطلقوا صليات من صواريخ الكاتيوشا باتجاه تجمع المرتزقة في القرية الجنوبية لمدينة ذوباب، أدت إلى إصابات مباشرة في صفوف المرتزقة. ها هنا نحن على جبال حيفان مطلين على العدو ومسيطرين سيطرة تامة، وها نحن قد اقتحمنا عدة مواقع ليلة أمس البارحة، مما أدى إلى دحرج مرتزقة إلى خلف الوادي، ونحن الآن على مطلين مقابلين طيور الباحة، وهذا بعون الله وتوفيقه ليس منا، إنما الثقل بالله سبحانه وتعالى والنصر من عند الله، وإنما الله يثبت المؤمنين إذا صدقوا معه سبحانه وتعالى. هزام اللي قلته وربعي شلته من قول سجلته لكم شيبه وشاء سلمان، جاء وقته نبقي شلته ذي في اليمن بعده نعذبهم عذاب.